إن الولايات المتحدة والصين ستفتحان الحوار الاستراتيجي والاقتصادي الذي يجري على مستوى مجلس الوزراء في واشنطن في الأسبوع الأخير من شهر يوليو القادم. وكان وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جيتنر قد حث الصين على السماح بمزيد من المشاركة في اقتصادها وإبداء مزيد من المرونة في آلياتها الخاصة بتبادل العملات. في أول زيارة له إلى بكين منذ توليه منصبه في يناير الماضي، وصف وزير الخزانة الأمريكي تيموثي جيتنر كل من الصين والولايات المتحدة بأنهما شريكان لا يمكن الاستغناء عنهما في حل الأزمة الاقتصادية وغيرها من المشاكل العالمية. واغتنم جيتنر كلمة ألقاها في جامعة بكين لحث الصين على السماح بمعدل صرف أكثر مرونة. إن الصين والولايات المتحدة سواء بشكل فردي أو جماعي مهمتان جدا في الاقتصاد العالمي والنظام المالي، لأن ما نفعله له تأثير مباشر على استقرار وقوة النظام الاقتصادي العالمي. وفيما أشاد باستراتيجية بكين في تحفيز الطلب الداخلي والتغلب على الأزمة المالية العالمية، حث الصين على إجراء مزيد من الإصلاحات على نظام العملة الحالي. قسما كبيرا من هذه الاستراتيجية يكمن في التزام الحكومة مواصلة التقدم نحو نظام صرف عملات أكثر مرونة. وقال وزير الخزانة الأمريكي إن السندات الأمريكية الضخمة التي تحتفظ بها بكين آمنة جدا، وأعاد تأكيد الولايات المتحدة على الحفاظ على قوة الدولار. ويتوقع أن تكون هذه المسائل محور محادثاته مع الزعماء الصينيين الذين أعربوا عن مخاوفهم حول سلامة نحو 800 مليار دولار من السندات الأمريكية التي تحتفظ بها الصين وسط ارتفاع عجز الميزانية الأمريكية. وبفضل اقتصادها الذي يعتمد على الصادرات، تمكنت الصين من تجميع أكبر احتياط من العملات الأجنبية في العالم، حيث تبلغ نحو 2 تريليون دولار يأتي معظمها من الفوائد التجارية الهائلة مع الولايات المتحدة. وجعلت هذه الاحتياطات الصين أكبر مالك لسندات الخزينة الأمريكية المهمة في جهود واشنطن لإنعاش الاقتصاد. كان جيتنر قد أجرى محادثات مع نائب رئيس الوزراء الصيني للشؤون الاقتصادية وانغ كيشان، وسيلتقي في وقت لاحق مع الرئيس هو جينتاو ورئيس الوزراء وين جياباو.